ولأن الغرقان بيتعلق في قشاية، في لمح البصر استخبى ماجد وزينة تحت السفرة ودخل شادي جوه النيش، أما وليد ففضل إنه يطلع يستخبى في الجنينة. لقيت الجاموس يا عمي مرعي. وي وي ده طلع بغل. انت مين يا بغل ودخلت هنا كيف؟ انا الحارس بتاع الفيلا. حارس؟ حارس ازاي يعني؟ عفريت؟ لا يا عمدة، انا الامن يعني. يعني انت يا بغل هتحرسنا احنا؟ طب تعالى بقى، ده انت سلويتنا الليلة. يا نهار ابيض، هم هيعملوا ايه في وليد؟ معرفش، ربنا يستر. هو شادي فين؟ استخبى في النيش. يا لهوي، ده زمانه اتخنق. انا عندي يتخنق احسن من اللي هيحصل في وليد. اسمع يا بغل، انت انا عايزك تنشف لي المايه دي كلها. انهي مايه دي يا عمده؟ اللي في الترعه دي، وانا اللي بزيم زي ما تسموها انتوا عندكم. وده نشفها ازاي دي يا حاج؟ وي دور على خيشه ولا خرجه قديمه، انا هعرفك شغلك ولا ايه. ايوه يا عم مرعي، بس البسين ده ما ينشفش بخيشه ابدا يعني. وبعدين انت عايز تنشفه ليه اساسا؟ بواخك ده، ما عجبنيش المايه اللي فيها، طعمها ما عجبش الواد برعي. طب انا عندي فكره تانية، ايه رايك اجيب لكم حاجه ساقعه تشربوها كده وتروقوا دمكم؟ طب غور فريره. استنى، شكلك كده مش مطمني. روح معاها هذا برعي وما تسيبوش. حاضر يا عمده. اتفضل يا سي برعي، تعالى يا عم نجيب الكوبايات الاول. وهي فين الكبايب دي يا ولد؟ كبايب ازاي يعني؟ الكبايب يا ولد، الكبايب اللي علي يشرب فيها. الكبايب. يا عم في النيش ده. نيش ازاي يعني يا ولد؟ ده اسمه النيش. واي واي، هتسموا النملية دي نيش. طب افتح يا ولد. طب افتح يا ولد. الحاج يا عمي مرعي، لقينا جثة في النيش. يا نهار اسود، هو شادي اتخنق بجد؟ لا يا شيخة، فلالله ولا فالي، ده تلاقيه يغمى عليه بس. انا خايفة قوي عليه هو ووليد يا ماجد. ما تخافيش ما تخافيش، الناس دي تعرف الاصول كويس واكيد مش هيعملوا فيهم حاجة. والدليل على كده ان برعي اصلا كان جاي علشان ياخد بطاره من مرعي ونسي. ايه ده، هو نسي؟ ايوه يا بنتي، بقولك ناس طيبين قوي. ربنا يستر. وريني يا واد فين الجتة دي. ده صاحي وعيتنفس زي الجحش اهو. هاتهم التنين وحصلني على الجنينة. اتصرف يا ماجد، العيال بيضيعوا. ما انا بصراحة خايف عليكي. بجد يا ماجد خايف عليا؟ انتي لحد دلوقتي لسه بتسألي؟ ما تكسفنيش بقى، ده حتى وليد وشادي خدوا بالهم. وليد وشادي مين؟ ها؟ مش فاكر وليد وشادي مين صحيح؟ ماجد انا لحد دلوقتي مش فاهماك. ليه بس؟ انا عايز اعرف انا ايه بالنسبة لك؟ ايه يا زينة السؤال التقليدي ده؟ ومع ذلك هو انتي لسه لحد دلوقتي معرفتيش؟ عرفت بس مش مصدقة. مش مهم تصدقي، المهم تحسي. طب انت ايه اللي مسكتك لحد دلوقتي؟ انا مش عايز ارتبط الا لما يبقى ضميري مرتاح على الاخر واصلح كل الاخطاء اللي عملتها في حياتي. يا نهار ابيض، في ايه؟ احنا نسينا وليد وشادي. وليد وشادي مين؟ شادي كيف يعني؟ اسمي كده، اسمي شادي، هعمل ايه يعني؟ طب وليد وبلعناها وسدينا حنكنا وسكتنا، لكن شادي دي غريبة قوي يا واد. هيا عمدة، انت لسه هتضيع وقت. عايز ايه يا واد عاد؟ ما تشوف هتنشن على مين فيهم ويخلص. حكيم ما عادش حاجة ينفع ننشن عليها تاني في المخروبة دي. على رأيك يا واد اخوي، دول جم في وقتهم تمام. طب مروة مني اختار انت. لا يا عمي مرعي ما يصحش، انت الكبير بردك مهما كان. لا يا واد اخوي، انت برضيك ضيف عندي. خلاص يا عمدة، احنا نعمل طص. طص؟ كيف يعني؟ يعني نرميهم في الترعة دي، واللي يطلع الأول يبقى بتاعك والتاني يبقى حقاني. مش بقول لك طالع نبيه لأبوك الله يحرقه؟ طب شيل معايا يا عمي مرعي شيء. شيل إيه بس يا رجالة؟ ما توحدوا لك يا ضمان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ترعة إيه ونشان إيه بس؟ إحنا بني أدمين زي بعض. لا، الواد وليد ده بغل. هو من ناحية بغل فهو فعلا بغل، ومودينا في دهية طول عمره. جري يا عم ده، أنتوا هتتسامر مع العيال الألفرانكا دول ولا إيه؟ الحق بقى، ده بيشخط فيك. انت بتشخط في ياض الفرطوس؟ يعني يقتل ابوك ويقول عليه فرطوس كمان؟ لا اسمع يا عمي مرعي، كل اللي هانا قتلت ابوي وسكت، لكن تقول علي فرطوس؟ اني ما سامحش بك، ده واصل وهيكون لي تصرف تاني. بيهددك. انت بتهددني يا واد؟ شكلك خايف منه وبس برعي وبتاع. امال لو اسمك هيثم كنت عملت ايه؟ اسمع يا عمي مرعي، اوعى تكون فاكرني هيثم عاد. يا جماعه صلوا على النبي كده واهدوا المال وهدوا النفوس.
هدوا النفوس. وانت مالك انت يا بقف؟ ايوه وانت مالك انت يا باغل؟ احنا كنا عنقول ايه يا واد يا برعي قبل العركة؟ انا فاكر. انا اقول لك يا عم مرعي، بقى الواد برعي ده كان جاي يقتلك، واحنا بقى كنا جايين نلحقه قبل ما يعمل المصيبة دي. وانت عرفت منين الكلام ده كلاته يا باغل؟ عرفوا من انا يا عمدة. واي واي واي، مش انت اللي جيت لي من كام سنة وقلت لي على عنوان عم مرعي؟ مين؟ استاذ ماجد؟ ايوه يا عمدة انا ماجد. وانت اللي اديته العنوان عشان يقتلني؟ ما انا كنت عايز انتقم منك بقى يا عم مرعي، وانت عارف الشيطان شاطر، وبصراحة اللي انت عملته مش شوية. وبعدين الراجل كان جاي عشان يصلح غلطته وينقذ الموقف. يا جماعة والله الصلح خير، ومهما كان انتوا اهل وجيران. واي واي واي، ومين الوزوزة دي كمان؟ وزوزة ايه يا جدع انت؟ ما تحترم نفسك، دي زميلة. واي واي واي، كمان اسمها مليح قوي، زميلة. طب عشان خاطري سامح عم مرعي بقى واغذف شيطان، انت هتكسب ايه يعني لو قتلته؟ وانا عشان خاطر جمال عيون اللي جابوك سامحت. الحمد لله. بس بشارت يا عم، اشرط زي ما انت عايز. تجوزوني السكر دياتي. انت اتجنيت عادي يا واد يا برعي؟ ايوه كده يا عم مرعي، عقله كلام ده على جدتي. ايوه كده، هو ده الكلام يا عمده. انا اللي هتجوز لقطه القشطه دي. الله يحرقك يا عمده. بقول لك ايه يا عم مرعي، انا اللي حاجز الاول واني الكبير، وكلامي لازم يمشي. خلاص يبقى انا مش مسامح بقي، واخلص عليك دي الوكيل. طب ايه رايك بقى؟ انا اللي هخلص عليك الاول. يا جماعه وحدوا الله المال. صلوا على النبي يا اخوانا. طب اجري يا زينة. يلا يا دي وليد، انت بتتفرج على ايه؟ خرب بيتك. وبعد الفحص الطبي على كل من برعي وهدان ومرعي زهدان، تبين ان كل منهما مصاب بعده طلقات في انحاء متفرقه من الجسم والراس، وبناء عليه تمت احاله كل منهما لمحكمه الجنايات بتهمه الشروع في القتل.